ضمن حكايات أم الدنيا، فضلت لسنين طويلة عايشة على تاريخها من غير أي تطوير، لكن الجمهورية الجديدة كانت مدركة إن التاريخ وحده مش كفاية، لازم كمان الحاضر والمستقبل يكملوه، فأطلقت القيادة السياسية استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير عروس البحر المتوسط، وكان شباب اسكندرية جزء أساسي في وضعها. لما مصر اتغيرت لقينا بلدنا بتدعمنا وبتقول لنا يلا احلموا، احلموا على قد ما تقدروا. مفيش بكره من غير تطوير، ومفيش تطوير من غير شباب. تحس كده ان اسكندريه بتتولد من جديد. احنا هنا حلمنا ان اسكندريه تتطور، وشاركنا ان الحلم ده يبقى حقيقه. مصر بقت قويه، والمصريين دايما قادرين على كل تحدي. اسكندريه بقت حاجه جميله، وبجد اتفرج طرق وسعت، ما بقاش في زحمه ولا في صيف ولا في شتاء. انا اول مره احس باحساس غريب جدا ان انا داخله البحر يعني، ومحدش ماسكني، وده شيء مفرحني جدا جدا جدا. حتى حلقه السمك دخلت خطه التطوير، لانها عصب التنميه وحجر الزاويه في اي تطوير. كانت شبكه الطرق في اول قائمه مشروعات تنميه الاسكندريه، والتوجيه من الرئيس السيسي أنشئ محور المحمودية علشان يكون أكبر مشروع قومي تشهد عروس المتوسط من سنين. محور المحمودية لما اتعمل وفر علينا حاجات كتير. أنا كنت أبقى محمل نقلتي وأطلع من سوق جمعة، كنت باخد لي حوالي 45 دقيقة ساعة كمان، لكن حالياً ما بكملش 15 دقيقة تلت ساعة، وبكون بدري خلصت ورجعت وعملت نقلة واتنين، وفي الوقت نفسه وفر معايا جاز، وفر معايا مجهود، وفر معايا في الفلوس، وبقيت بشوف اكل عيشي بدل ما كنت بعمل نقله بعمل 2 3. المناطق الصناعيه والتجاريه اللي اتعملت على محور المحموديه وفرت فرص عمل ومشاريع كتير للشباب. طريق الكورنيش كمان اتطور من خلال مشروع كباري ونفق 45 بمنطقه انور السادات، الا انها مشكله زحام الكورنيش تماما، وكمان انشاء ممشى موازي للبحر يوفر لكل اسكندراني او زائر فرصه للاستمتاع بجمال البحر مجانا بدون أي تكلفة. صراحة اسكندرية بقت أحلى بكتير بعد تطوير المنطقة. الطرق اللي اتطورت سهلت وصول الخير لحلقة السمك، اللي هي كمان اتوضع لها خطة شاملة لتطويرها، هي الأولى خلال عمر حلقة السمك الممتد لحوالي 200 سنة. هنا يا جماعة أقدم حلقة في المنطقة كلها، تقدر تشتري وتاكل أحلى سمك. فرحنا لما عرفنا إن الحلقة هتتطور، فرحنا أكتر لما المحافظة بلغتنا إن كل تاجر مننا ليه باقية في التطوير الجديد. مشروع تطوير سوق السمك هيحافظ على المبنى القديم للمكان، لأن ليه تاريخ طويل جدا، يعني تطوير مع الحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمكان. الصورة الحلوة لإسكندرية ما كانش ممكن تكمل من غير تطوير ميدان محطة نصر، اللي نجحت الدولة في تطويره وتحويله لأول نموذج رائد للقضاء على الأسواق العشوائية. كمان الدولة ما نسيتش الباعة اللي في الميدان، فأنشأت لهم سوق حضاري حافظ على أكل عيشهم، لكن في مكان يليق بيهم ويكمل من جمال بلدهم. يعرف سوق محطة مصر الجديد الحضاري، احنا من الباعة الفعليين الأصليين اللي كنا متواجدين في قلب المكان بقالنا 30-40 سنة، والحمد لله على اللي احنا فيه. احنا فرحانين بالمكان، والمكان حلو وشيك. الأول كنا فارشين محطة مصر، كانت تيجي الرسالة نشيله وندله ونبهدله آخر بهدلة. دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بسوق الجديد، سوق الحضاري، سوق محطة مصر، ربنا كرم بيه آخر كرم، وفرشينه تمام الحمد لله، والزبائن بيدينا. الأول كنت بنشتري الدنيا ضيقة والمشاريع مش عارف اعدي منها، دلوقتي بقى في امان وبعد وبجيب حاجتي احسن من زمان. من السوق الاولاني خالص كان بياعين ومشاريع وكان دوشه جامده، وبشتري خضاري وفاكهتي وسمكي وكل حاجتي من هنا. احنا ناس من المنصوره محافظه الدهليه، جينا التقينا المكان افضل من مكان، واقف متغير، النظام كويس. احنا الاول كنا بنعاني من البلطجيه وفرض الاطواء علينا، دلوقتي كل حاجه منظمه، كل حاجه بمواعيد ونظافه على طول، الناس بتتعامل معانا باحسن طريقه الحمد لله. مش بس الاسواق العشوائيه هي اللي اتطورت، كمان المناطق العشوائية اتنقل أهلها وتغيرت حياتهم من خلال مشروع بشاير الخير. وفرت لأهالي مناطق غيط العنب حياة كريمة فيها كل الخدمات. المكان فيه كل الخدمات، سوق تجاري، بنك، مستشفى، جامع،
تأهيل مهني للأطفال بيرسموا فيه، أنا عن نفسي ولادي بيحضروا وبيطلعوا رحلات وأنا حضرت معهم رحلات كتير. أنا كنت الأول ساكنة في منطقة كرموز، دلوقتي الحمد لله جينا بشاير وأولادي كبروا هنا الحمد لله وبينزلوا يلعبوا، مفيش خوف دلوقتي، في أمان وبنزلهم في أي وقت، دلوقتي بوديهم في دار حفظ قرآن، يعني حاجات جميلة لأولادنا الحمد لله. إحنا في الأحسن. البحر اللي وهب عروس المتوسط سحرها هو كمان اللي منحها مصدر مهم للتنمية استثمرته الدولة من خلال محطة تحيا مصر اللي بتحول مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات من خلال ميناء بحري يعمل بأداء عالمي وقادر على تداول حوالي 15 مليون طن بضائع سنوياً. أنا قدمت FTMT من خلال الويب سايت بتاعهم والحمد لله ربنا رضي لنا أكون جزء من المشروع العظيم دوت. قبل أنا كان جايلي فرصة سفر لدورة أوروبية برا مصر، لكن أول لما جاتلي فرصة أن أنا أشتغل FTMT في بلدي ما ترددتش مرتين ولا فكرت، والحمد لله قدرت أكون هنا. جات فترة عليا كنت بدور على شغل بس ما كنتش لاقية، كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي قالت لي إن في ميناء اسكندرية في محطة تداول حاويات جديدة طلبة شباب عشان يشتغلوا، وفعلا دخلت على الموقع بتاع الشركة وقدمت، جالي مكالمة إنها اتقبلت الحمد لله. أنا قدمت عن طريق البريد، ما كنتش متخيلة إن أنا هتقبل علشان ده مجال غير مجال دراستي، الحمد لله أنا قدمت وربنا وفقني واتقبل. قدمت CV بتاعي في كذا مكان والحمد لله ربنا وفقني في محطة TMT، وبالتالي أتمنى إن أنا إن شاء الله أضيف للمكان زي ما هو هيضيف لي كتير. اتقبلت بعد اختبارات فنية وطبية، سافرت لبنان أول ما استلمت الشغل محطة CMA، فأول ما رجعت بدأت شغلي في تشغيل الأوناشة العملاقة الرصيف، دلوقتي أنا فخور إن أنا من ضمن تيم. أنا حقيقة مبسوطة وفخورة إن أنا جزء من TMT اللي قدرت توفر فرص عمل لكتير من شباب مصر من جميع المحافظات، إن شاء الله TMT يكون ليها مكانة عظيمة في خط البحر المتوسط. رؤية مصر في تنمية عاصمتها التانية قائمة في الأساس على تأكيد القيمة التاريخية والجمالية لإسكندرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية، عشان كده أطلق الرئيس السيسي مشروع تطوير حدائق قصر المنتزه الملكية اللي استعادت جمالها وبارقها بعد عقود من الإهمال. مع بعض نبني النهاردة عشان بكرة لينا. احنا زمان ما كانش لينا دور، كان بيهمونا حتى ان احنا ما ينفعش نحلم. اكتشفت ان احنا اقوياء قوي وبنعرف نحلم وكمان نقدر نحول الحلم ده لحقيقة. احنا شباب مصر لينا دور كبير في تطوير بلدنا. احنا نقدر نحلم بالتطوير ونحققه. احلم فكر شارك. كلها بتتولد من جديد. نورت اسكندرية يا ريس.